أهلا فيك في جلسة صناعة مسار الحرية. أوجد مكانا خاليا من المقاطعات، ابقى على هيئة الجلوس وابدأ بثلاث أو أربع أنفاس عميقة. بعدها ركز فقط على التنفس دون تعميق التنفس أو تخفيفه أو عمل أي شيء، فقط راقب التنفس بحيث تراقب الزفير وتراقب الشهيق دون أي مجهود، ولا تقاوم الأفكار. إذا ظهرت بعض الأفكار المتسارعة فقط ارجع للمانترا، والمانترا التي اتفقنا عليها هي يا سلام. فقط كلما رأيت أن الأفكار تشتت ارجع مرة أخرى للمانترا. الهدف من هذه الجلسة هو صناعة مسار للحرية، أن نوجد أو نجد مسارا يمنحنا الحرية في السفر، في التنقل، في الإقامة، في العمل، في الخيارات الصحية، وفي تفضيلات الحياة أو نمط الحياة الذي نريد أن نعيشه. هذا المسار لا يتدخل في مسارات بقية الناس، هم أحرار في اختيار المسارات التي يريدونها. نحن فقط متفقون على أن نصنع مسارا للحرية لنا ولمن يريد في وسط هذا العالم. هذه هي النية، أنشئها في مكان ما في منطقة القلب حيث تنشأ النوايا. أنشئ نية أن نوجد أو نجد مسارا حرا للاختيارات. ممتاز، الآن اترك النية في محل القلب وابدأ الآن بالتركيز على التنفس. والموسيقى في الخلفية مع وجود ذبذبات عملت لرفع مستوى الوعي ستساعدك في الدخول في حالة تجلي أكثر. استمر في التركيز على تنفسك واذكر المانترا متى ما احتجت لها، وسألقاك في نهاية الجلسة.
أعد من 3 إلى 1، وبعد ما أقول 1 راح تكون هنا والآن. 3 2 1.